السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا شروة جديدة. طبعا هذه طقم حمام. السعر الحقيقي لهذا المنتج 25-30 دولار على حسب الشكل والجمالية مالته. تدرون أنا بيش أبيعه؟ بدولارين. نعم أبيعه بدولارين. شوف الغطاء مالته، هذا الغطاء مو كلش نظيف، يعني لو بيتراب لو بشي، يعني هسه أنا هذا هسه شوف بعد ما مسحته يلا شوية صار زين. أما البضاعة فهي روعة بدولارين فقط. عندي فقط 200 قطعة، 200 قطعة مختلطة. شوفون هذه البضاعة، هذه بدايتها وهذه نهايتها. عندي 200 قطعة، 200 قطعة ب 400 دولار القطعة بدولارين. طقم حمام جدا جميل، بس أنا صريح معاكم الغلاف مالته مو نظيف، هذا مو حلو. تمام، هسه احنا عندنا راح أشوفكم. افتح لكم بعض الموديلات واشوفكم اياها. شمبوس صدي انتو شو بشي؟ هذا مع الفرشة مع الاسنان، هذا يسموه طقم حمام، يعني هذا تخلي بفرشة الاسنان، تخلي بالمعجون، تخلي بسائل الغسل مثلا. هذه الصابونة كلها أربعة، يعني كل طقم بأربع قطع، عرفت شلون؟ ألوان وموديلات هواية، وشي أحلى من شي. بضاعة حلوة كلش نظيفة، بس أنا صريح معاكم البضاعة الغلاف مالتها، هذا الغلاف وسخ. شوفونه؟ هذا الغلاف وسخ فقط. تريد تمسحه، تريد ترتبه أنت، بعد أنت بكيفك، المهم أنا أبيع لك البضاعة تخبل، البضاعة كلش جميلة وحلوة. شوفوه شوية كان بيتراب. وهذا كله يعني فرفور احنا نسميه، مصنوع من السيراميك. مصنوع من السيراميك. القطعة باثنين دولار، فقط باثنين دولار. موديلات هواية وألوان أيضا كثيرة. وكله طقم أبو الأربعة. كله طقم أبو الأربعة، شوفونها ساي حتى الكرتونة تعبانة. المنتج نفسه كلش حلو وجميل. اكو بي تراب شوفونه، هسه هذا بي تراب، انا لا مسحت ولا هاي، بس رد اشوفكم. ممكن انا حتى امسحها، ها صارت جديده. ليش؟ لان الغلاف ما تعبان، يعني هذا الغلاف ما تعبان، فتلقاه مترب تلقاه شيء، بس هو كمنتج منتج جدا جميل. شوفوا منتج حلو، كله مصنوع، احنا نسميه هذا فرفوري سيراميك. شوف ألوان كلها أربعة، يعني 1-2-3-4، بس موديلات مختلفة. هذا أربعة، هذا أربعة، هذا أربعة، موديلات مختلفة وألوان مختلفة. شوف هذا إيه؟ هذا جميل. شوف هذا شلون جميل، شوف شلون جميل. خبل تقعد هذا زنالي، هذا الرأس مالته ماكو واحد فقط. العفو العفو. ها مايو ماكو، هذا الرأس مالته واقع، هذا طلع عندي واحد الرأس مالته واقع، هسه اشوفه وين. مين باش كاين شي؟ خاف الكارتون زين من جاي فتحاني جاي خربه. شوفوا شلونه، شوف الموديلات شلون حلوه. اسعاره هذا 10-15-30 دولار، ما اعرف صراحه بالضبط بيش. احنا جاي نبيع الطقم بدولارين فقط، والمتوفر فقط 200 قطعه. وحده طلعت عندنا ما بيها الراس مالتها. راح تجيب لي وحده بمكان. قويقه اوكي، جابت لي 200 قطعه، يعني مو انا عبالي ابيعها 199 قطعه، بس هاي جابت لي الراس مالتها، فصارت العدد مضبوط الان. الوان وموديلات مختلطه، الوان وموديلات مختلطه. اي عفوا شيشيني، هاي جابت لي الراس مالتها، فصار عندنا هسه 200 طقم كامل.
بعد اكو هواي موديلات هنا، بعد اكو كلش هواي موديلات. كل كرتون شوف بي موديل واحد بس الوان مختلطه، يعني هسه هذا وهذا نفس الموديل بس الوان مختلطه. القطعه ب $2 فقط، شايف الف خير اللي حصل هذه الشروه. موديلات مختلطه، البضاعه كلش حلوه، بس مثل ما قلت لكم الغلاف هذا ما انا ما اريد افتحه واخرب النوم لان ملزوق بتيب. الغلاف هذا مالته مو حلو. شوف هذا الموديل وكله سيراميك. شوف هذا، وهذا ايضا بيتراب، ايضا بيتراب هذا من هنا. المنتج كلش حلو بس اكو بيهن يعني بيتراب، اكون صريح معاكم. الوان وموديلات هوايه، كله اربع قطع، الطقم كله اربع قطع، هذا الطقم الكامل بدولارين، بيع كل الكميه. وبعد عندنا هواي موديلات، نيني باوي شقي ويقت الصدى قيتها وزج طاقة يعني قوى وزج طاقة. بضاعة صراحة كلش حلوة، 200 قطعة فقط، القطعة $2 يعني الشروة كلها 200 طقم، هذا يسمونه طقم، 200 طقم ب $400، الطقم بأربع قطع. نذهب نعطي طعام للقطة. ميشا ميشا ليلى، ناقة يلا نطاك عشان دوا شن زقتها تجي. تعال بس بس تعال، مو انت تعال، مو انت يا بس بس تعال. خليكم شويه مستمتعين بالبث، خلنا نطعم للقطه. تستس مو تستس، الباحه ما كل لحم كثير، وهي عطاء اطفال خطيه، هذه حامل. يلا نرجع للبث مالتنا، احنا خلصنا، شوفناكم الموديلات وشوفناكم كل شيء، بيع كل الكمية، اللي ياخذهن شايف ألف خير. وتابعونا دائما عندنا شروات، ودائما كتبوا لي شنو رأيكم بالبث على اليوتيوب، الدقة شلونها وكل شيء تمام، لأن احنا نريد نعمل مقارنة، هذا اليوتيوب أحسن. أنا بالنسبة لي بالبث اليوتيوب ما جاي يقطع أبد، اللي يريد على اليوتيوب يكتب لي تعليق، واللي يقول لي الفيسبوك أحسن حنمود نعرف. والسلام عليكم ورحمة الله، مع السلامة. طيب ايه خن هودا يجي شانزة.